تأثير طبعا هيبقى ملموس وسهل، اللي هو زيادة التكاليف. النهاردة عندك مصاريف الانتقال، مصاريف المحروقات نفسها هتتغير، مصاريف المرتبات ممكن لازم ينعكس ده برضه على مرتبات الناس، ففي زيادة في التكاليف بشكل عام، مش بس لقطاع التأمين. قطاع التأمين زي بقية تمام. المجتمع أو القطاعات الاقتصاد، قطاعات تانية إنك تعوضه بقى، دي حاجة للأسف يعني. تعرف التأمين إحنا معندناش وعي كفاية. زيادة التكاليف، زيادة التكاليف ده يبقى في ضغط إداري على شركات التأمين. مظبوط. طيب التأثير التاني، فكرة البيع لوثائق التأمين للناس، فكرة الفوائد، الناس هيبقى في معدل التضخم هيزيد، مظبوط. ففكرة الفوائد ده هيأثر على سوق التأمين، الناس فكرة البيع هتقل نفسها، بيع منتجات التأمين هتقل بسبب انخفاض الفوائد عند الناس نتيجة غلاء المعيشة، لأن زيادة المحروقات هتنعكس على فكرة الأسعار، الأسعار بشكل عام، مظبوط. فالفوائد هتقل. تمام. تمام. ده هينعكس ازاي؟ هي في تأثر ولا مفيش تأثر؟ لا لا، في تأثر طبعا، ما فيش شك، في تأثر اوريدي، في تأثر كان حاصل قبل كده بنسبة الإلغاءات اللي حصلت على بوليس التأمين اللي معمولة بشكل فردي. الريتيل تأثر بشكل حياة عنيف وكبير، وممتلكات. ميديكال لا ممكن، احنا بنقسم، احنا عندنا ريتيل وكوربريت. الريتيل اللي هو الأفراد، الأفراد هتلاقيه ما بقاش يأمن زي الأول، بقى ممكن ما يكملش تأمين هو كان متعود يدفعه، زي التأمين على الحياة أو التأمين على الصحي. هنلاقي في نسبة إلغاءات حصلت كبيرة الفترة اللي فاتت قبل الزيادة دي، هنتكلم على الزيادة اللي حصلت قبل كده، فده هيحصل، هيأثر بنفس التأثير. يبقى مركز اكتر في الميديكال واللايف، ولا يكون كمان الافراد اللي عندهم وثائق نون لايف على بيته، على مش عارف ايه، على لا هيأثر بشكل عام، بشكل عام. ريتيل بشكل عام تمام هيأثر. تمام هذا انت عايز تبص ازاي تقلل نفقاتك، يعني بما ان ايراداتك ما زادتش، يعني احنا مش مثل معناش عن زيادة مرتبات تضاهي الزيادات المتكررة في المصاريف في صحيح الفترة اللي فاتت. صحيح. اذا كان حد زاد مرتبه مرة قدامها زيادات في الاسعار 3 4 مرات ومش بنفس النسبة، فللأسف طبعا اللي بيحصل ده بيأثر بشكل سلبي على قطاع التأمين زي باقي قطاعات المجتمع. الشركات التأمين هيبقى عندها مصاريف زيادة، في المقابل بتواجه ناس بتفكر إنها ما تكملش توفر إنها تدفع تأمين، انك تشتري تأمين بالأساس أو تشتري من تأمين الأساس. فأنت بيأثر على شريحتين، شريحة حد أوريدي شاري من زمان وبيتعود يجدد، هو كان بيتعود يجدد وخلاص الكوست دي متعود يدفعها ومعمول حسابها ضمن التكاليف تمام. بتاعته. النهارده لما زادت الاعباء الاخرى، لما زيد الاعباء الاخرى هيبتدي يفكر يوفر فين، ترشيد على حساب وبما التأمين. هيبقى في مؤثر في بلدنا في نسبه الوعي، في الوعي التأمين القليله اللي احنا عارفينها، بيبتدي يفكر يوفر في الحته دي. بره مش كده، يمكن يكون الناس اللي عندها ثقافه عارف ان التأمين حاجه اساسيه لازم تكون موجوده، مش يعني غير بقى الفكره اللي هنا، الفكره هنا ممكن اوفرها تمام. ينفع ما ادفعهاش، بالعكس ده في حاجات فيها ريفاند زي اللايف انشورنس، يبتدي يفكر ياخد الفلوس اللي هنا عشان يعوض بيها حاجه تانية. انا بقى لي 10 سنين بدفع قد ايه، الرصيد اللي اتكون قد ايه، عشان ابتدي بعد ما كنت هستنى 20 سنه عشان اخد الفلوس دي، لا النهارده طب انا اوفر ادفع 10 سنين واشوف الفلوس اللي موجوده النهارده اعمل بيها ايه، تساعدني في طيب هنا في نقطه، حضرتك بتقول الزيادات الاخيره حصلت في المحروقات دي اثرت على زياده الالغاءات في بالنسبه، لكن الاحصاءات اللي طالعه من الهيئه بتقول ان في نمو في اقساط التامين على الحياه. النمو ده جاي منين؟ النمو ده بيجي، مش قايلين حياه، قال لك بشكل عام، بس خلي بالك ان في نسبه كبيره من الناس مأمنين بالدولار واليورو زي بوبا وزي في التامين انترناشونال. فاللي حاصل ان القسط اللي كان ب 3000 دولار بيعادل 24000 جنيه، ال 3000 دولار دول بقوا النهارده حوالي 60000 جنيه. يعني مو نتيجة تحرير سعر الصرف بالظبط. نتيجة تحرير سعر تغيير عملة، تغيير عملة. انما النمو لو بصينا عدد بوارز بقى، بص عدد الناس اللي كانت مأمنين قبل وعدد الناس اللي مأمنين النهارده، عدد وثائق كويس، هتلاقي ان النسبة متغيرة بشكل مش كويس. يعني متوقع نسبة الغاء تكون في حدود قد ايه بعد الزيادة الأخيرة في المحروقات وتأثيرها على الأسعار بشكل عام؟ انا ما اقدرش اخمن للاسف حاجه زي كده، بس هي المفروض ان انت عندك نسبه نمو 10% مثلا. لما تلاقي نسبه، لو قلنا اقل تاثير هيكون 10%، فانت خسرت 20%، بدل ما تطلع 10% رجعت ورا 10%. طيب حضرتك بتتكلم على الريتيل، بالنسبه للكوربريت ليه مش هيكون في نسبه غاية؟ الكوربريت برضو هنيجي نلاقي ان
كتير من الناس اللي واخدين تسهيلات ائتمانية مأمن على المصانع بتاعته، مأمن على البضاعة بتاعته. ده لازم بشكل إجباري يكون التأمين ده موجود. تمام. فهو مش بيقدر، هو بالعكس، هو المفروض إن هو يعني الفترة اللي فاتت لما حصل التعويم إحنا لقينا إن في ناس مأمن، حتى الهيئة نزلت نشرة في الجرايد وكتير من شركات التأمين بعتوا، وشركات الوساطة بعتت للعملاء إعادة تقييم الأصول. إعادة تقييم الأصول. في ناس اهتمت ولبت ده، وفي ناس ما اهتمتش فسابها عند عند الليمت اللي كان عند الليمت اللي كان موجود قبل كده، وبالتالي هو ما بقاش مأمن بشكل مظبوط، مأمن بنسبة من المفروض بيه، هيطبق عليه شرط النسبة. تمام.